السلام عليكم. الكثير مننا يحب يصنع مصطلحات خاصة له تصير مفهومة بينه وبين مجتمع اللاعبين. طبعا كثير من المصطلحات هذه احنا صنعناها بانفسنا، وعدد مختلف منهم اصبح ما له قيمة او لا يعني شيء. ولهذا السبب اليوم بنتكلم عن 5 مصطلحات لازم نغيرها بين اللاعبين. كلمة ارواح، هذه الكثير كان يستعملها حتى يعبر عن عدد المحاولات عند اللاعب قبل لا تطلع لك شاشة الجيم اوفر. كنا نستعملها أول كثير لأن لما نشوف الشخصيات تخسر تطلع لها روح وخلاص مسكناها ككلمة تدل على عدد المحاولات. طبعا خلونا نقول لكم ليش الأفضل نتجنب استعمالها، لأن أغلب الألعاب في الفترة الحالية تخلت عن نظام المحاولات، وصار إذا خسرت في اللعبة ترجعك مباشرة لآخر مكان تم التخزين فيه اللعبة، أو ينقصون منك عملة معينة مثل ما صار مع ماريو أوديسي، بحيث إذا خسرت راح ينقص من عدد الفلوس اللي جمعتها. برضو في كراش 4 نحصل المطور قدم طور جديد اسمه مودرن مود، وفي هذا الطور يتخلصون من نظام المحاولات تماما، وكل مرة تخسر بيرجعك مباشرة إلى آخر تشيك بوينت مر فيها كراش. الكلمة الثانية هي كلمة جير، هذه ممكن ما تسمعها بنفس الكثرة هذه الأيام، لكن لما تسمعها توقف شوي وتجي تفكر كيف بدأ الاسم جير. فكرة اسم جير جت من أيام أجهزة الأتاري والعاب الأركيد، لأن اللاعب كان يتحكم بعصات تخليك تتحكم بتوجه اللاعب، وهذه العصا على وقتها أقرب ما لها بين الناس هو جير السيارة، لذلك الاسم هذا علق كمصطلح بين اللاعبين العرب. طبعا من بعد جيل الأتاري تخلصنا من وحدات التحكم اللي تجي على شكل عصا طويلة، وصار كل جهاز يجي مع يد تحكم، وصار طبيعي الآن فإن اليد الوحدة فيها 11 زر تحكم، عصايتين تحكم، وأربع أزرار على الأكتاف اليد. هذا غير عاد المزايا الثانية مثل الهزاز اللي تحاول كل شركة تقدمه بشكل مختلف، والآن مثلا مع البلايستيشن 5 سوني عطتنا مع الدول سنس أزرار فيها مقاومة ومنطقة تاتش باد تقدر تلمس فيها حتى تحرك أشياء في الشاشة. الكلمة الثالثة شريط، طبعا هذه تعني الكثير بأن الشريط باللعبة اللي تشتريها من المحلات، هذه تشمل لما كانت الألعاب صدق تجي بأشرطة بحيث مكونات اللعبة الداخلية تجي مغلفة بالبلاستيك حتى تحميها من الخراب بسرعة. بس حتى لما خلصنا من الأشرطة لا زالوا الناس يسمونها أشرطة، مثلا السي دي أو الدي في دي أو البلوراي اللي تشتريه، هذا مفروض ما نسميه شريط لكن نسميه ديسك أو قرص، لأنه فعلياً قرص ويكون معرض للإتلاف بشكل أسهل. لكن مثلاً نقدر نقول بأن ألعاب السويتش والفيتا شريط، ولو أنهم أشبه بذاكرة الاس دي كارد من كونها شريط تقليدي، بس الآن صار الأغلب يشتري الألعاب بشكل رقمي، فصار صعب علينا نقول شريط. ونشوف أحسن مسمى نقدر نستعمله هذه الأيام هو كلمة لعبة لوصفها. كلمة رابعة دم، الكثير مننا إلى هذا اليوم يستعمل كلمة دم حتى يعبر عن صحة شخصيته أو صحة الأعداء. مثلا نقول اضربه ما بقى إلا شوي من دمه، وطبعا كلنا كنا نستعملها لأن الكثير من الألعاب لما تضرب فيها خصمك تشوف الدم يطلع منه، ومع كل ضربة نشوف الدم يطير في كل مكان حتى يموت. لهذا السبب الكل اتفق بأن الدم هو الخيار الأسهل للوصف. هذه النقطة دخلنا فيها في نقاشات وشفنا الخيار الأفضل هو عداد الصحة، لأن فعليا الدم نشوفها غلط، حتى لما تموت الشخصيات أو الأعداء باقي تشوفهم يقطرون دم، لذلك عداد الصحة هو الأنسب لأنه يكفي في وصف كل شيء عن قوة خصمك، وأول ما ينتهي عداد الصحة خصمك يطيح ويموت. الدوري الياباني، هذه ممكن تكون أشهر كلمتين تمر علينا، لسنين طويلة كانت معروفة عندنا لعبة وينينج 11، وكان هو الاسم المكتوب على الغلاف برضو، بس كلنا طنشناه تماما والكل اجتمع على الدوري الياباني. كل صراحة تحس اختيارنا صح، لأن في صورة الغلاف دائما تشوف صور للفريق الياباني، فشبك الاسم مع الناس لسنين طويلة، والقليل كان يسميها وينينج 11. طبعا الكثير منا نسى هذا المسمى العربي بعد نجاح فيفا في الفترة الأخيرة، وابتعدنا عن الألعاب المقلدة لأن في النسخ الرسمية اسم اللعبة خارج اليابان Pro Evolution Soccer، لكن إذا شريتها من اليابان بتحصلها بوينينج 11 ومرات بتحصلها Pro Evolution، لأن في النسخ الرسمية اسم اللعبة خارج اليابان هو Pro Evolution Soccer. كانت هذه 5 مصطلحات نشوف أنه لازم نغيرها. إذا عندكم مصطلحات تحسون لازم نغيرها اكتبوها تحت في التعليقات. كان معكم نواف النغموش،
ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.